نروحوا للمباراه المواليه سي علي بن شيخ، نروحوا لمباراه البيض، البيض امام فريق امل الاربعاء، وامين وعلي الحارس سيفور هنا ادى مباراه كبيره صراحه بعد الهدف الاول للبيض، لكن عقب ذلك حارس امل الاربعاء ادى او اوقف العديد من الفرص. كانت النتيجه هدف مقابل صفر لامل الاربعاء، بعدها ضربه جزاء واضحه عدلت امل الاربعاء النتيجه. راح نشاهدوا الهدف، هدف التعادل لفريق امل الاربعاء، وعقب ذلك شاهدوا ما اوقفه الحارس سيفور حارس امل الاربعاء. سنشاهد هذه الفرصه الاولى للحارس سيفور. هذو حراس مغمورين، ما مش يهضروا عليهم كثير في وسائل الاعلام، ولكن احنا من دورنا اننا نتكلموا على مثل هؤلاء. شوف شوف الفرصه هذه، وجها لوجه تصدى للكره، ومن بعد هنا ضربه جزاء، ضربه جزاء بعد ما تصدى الحارس سيفور زاد تصدى لضربه الجزاء، يعني تقريبا 3 بيوت نت تمكن من ايقافهم. عقب ذلك زاد هنا، هنا فرصه عاديه، ولكن كانت النتيجه هدف لهدف ليضيف ليتح هنا يزيد يوقف الكره مره اخرى، ولكن في الاخير تمكن فريق البيض من اضافه هدف ثاني ثم هدف ثالث، 3-1 رغم بعض المحاولات لامل الاربعاء. البيض يحقق الاهم ويخرج تقريبا من منطقه الخطر. اليوم راه 27 بوان ناقص مباراه، 27 بوان يعني الامور لم تحسم بعد صحيح، لكنه يعمق في الفارق. هذا الهدف الثالث الذي سجل في الدقائق الاخيره، 3-1 لمولوديه البيض. البيض صاعد الجديد بقياده شريف حجار، راه يحقق في نتائج ايجابيه، ولكن فريق امل الاربعاء ايضا لم يخيب. ديجا يفو غارديان بي تقول له يعطيك الصحه، لان سلك لا اريتي بوكو دوكازيون بوت. كان حارس في اتحاد العاصمه في الشبان سيفو. ما على باليش. دونك دار مقابله في القمه في المستوى. الاربع عندهم من بون ايكيب، ساجو بالون. البيض داروا مقابله كانا مليحه في المستوى. دونك لا فيكتوار اللي ميريتي. درجه حراره وصيام سي با فاسيل. وهما يزون كوم موالفين على صح. على اصحاب الاربعه. مي جوار مسكين حيطاله راح للسبيطار. هذيك هي حاجه عاديه في الجزائر، هذيك ما ناش عارفين شكون اللي يحكم. المشكله هنا. صح. ما نعرفوا شكون هو يحكم، ما يروحش للسبيطار هذا الجوار والاخر ما يروحش. يطاحوا صح. وكاع يفرحوا وكاع يكونوا اورو. سون مالورو في بلادهم. اكوز دو سارتان كي ديريج مانيش عارف الفوتبول هذايا شكون اللي يحكم فيها، انا ما مانيش عارف. كون تقولوا لنا وما نرتاح شويه. نعم. نروحوا للقاء الاخير مع امين اكساس. خنشله ضربت بقوه ثلاثيه 3-0 لخنشله امام نادي بارادو. نادي بارادو يغرق 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 صراحه. بارادو رغم التحضيرات اللي كانت لمده طويله هذه، الى انه نادي بارادو يعجز. تقدر تخسر ماهوش مشكل انك تخسر في خنشله، ولكن تخسر 3-0 سافو دير كو الوضعيه لا تبشر بالخير في نادي بارادو. للان راهو لعب 18 مباراه، يعني عنده 3 مباريات متاخره، لكنه ماهوش يتقدم في سلم الترتيب. الاخرين رامي يديروا ليكار عليه. نظن مقابله كانت اتجاه واحد لفريق خنشله. اليوم خنشله راهو ب 30 نقطه صاعد الجديد الى القسم الاول. بارادو رضوان، بارادو يلعب بشبان. نقول باللي شبان اللي ما عندهمش خبره في الملاعب. اليوم بارادو نعرفوها كاع راهو باش يلعب على المانتيا. نظن باللي اليوم سيفري راهي صعيبه عليه الحاله. اليوم راه لعب 18 مقابله، عنده 2 ماتش روطار، 3 ماتش روطار، 18 20. جياسكا عندها 4 ماتش روطار، 4 ماتش روطار. نقول بارادو اليوم لازم يربح لي ماتش روطار باش ولا حب يسلك يريح في الباقة يريح لي زيكيب الاخرين. لي زيكيب الاخرين نشوفوا فيهم راهم يكروزيو في ليكار. بيان سور انت لامسي بون لامسي من الاربعه وراه 25 نقطه الاربعه. دوك سا ديبون واش يديروا لي ماتش روطار. رضوان المهمه صعبه سيرتو بشبان.
على بالنا كاع بارادو يلعبوا انا نشوفهم في الكلاسمون. ما عندنا الكلاسمون بارادو ب 17 نقطه، الاربعه فوقهم ب 25، مولده وهران ب 26، الشلف 26، مقراس 26. نقول باللي نورمال يقدروا يصيروا المانتيا، لازم بصح وشنو يربحوا في اللقاءات المتاخره. امين مقبلات قال ما نفهمك على لي ماتش ريطار، ما فهمتنيش انا. انا نشوف غير احنا اللي عندنا مشكل في لي ماتش ريطار. دوك نفهمك حاجه، مقبلات عليه واش قال لك؟ قال لك انا كي قلت له المارطو، قال لك حنا المارطو هذا ما على بالناش واش ما على بالناش واش راهو وين راهو وين راهو. انت اليوم ان بريزيدون تاع لا ليغ هكذا رئيس الرابطه مدور خويا نقدروك نحترموك، ما تقدرش ديسيدي خويا. قال لي تلعب بالماتش، انت اللي كلب هما اللي يديروا فيك درع، ولا دوكا تهضر لنا بلي سونتيمو. هذا حيلعب كوب دافريك نو، مام ريال مدريد يلعبوا تشامبيونز ليغ، في الانجليزي يلعبوا اسمه كوب دلا ليغ، يلعبوا شامبيون يلعبوا تشامبيونز ليغ. شويه لكن لي بروغراماسيون شويه المشكل. حتى النوادي امين، حتى النوادي واش لا تلعب خويا ما خليش النوادي يخدموا في اردوان، راه ماهمش يسينيو دي زونجاجمون. بعد يقول لك من المفروض كل ثلاث ايام يلعب، يقول لك انا نمثل الجزائر وحده ثاني. اسمع هذه دخلت لي سونتيمون، خليني نكمل. خليني ماشي لي سونتيمون، كاين فرق راهي تسافر بعيد لما تلعب اتحاد العاصمه في غالونت في جنوب افريقيا وما تكونش عندها فول سبيسيال، تروح على تركيا ومن بعدها من تركيا تقعد 24 ساعه ولا 36 ساعه باش تلحق الى جنوب افريقيا ومن بعد تعاود ترجع. ما تقدرش تلعب لو كانك تلعب في تونس في المغرب في مصر لما تكون صح مسافات بعيده. جياسكا وين لعبوا؟ مش كلمك على هذا الاسبوع. اي معليش يا خويا احنا نهضروا معليش نهضروا على الاسبوع هذا. جياسكا وين لعبوا؟ لعبوا في المغرب. سي ار بي وين لعبوا؟ لا بصح كان ضد فيفا، راك باين بلي ماراكش ميتريزيه. هذا وين دخلوا من ضد فيفا؟ لعبوا بالجمعه والسبت. تحكي لنا هذا الاسبوع اللي جاوبتك. ما نعاود نعطيك. لا نجاوبوا، هم يلعبوا هذا الاسبوع في المغرب وتونس. لكن قبل لعبوا في مع بيترو اتليتيكو لعبوا في بيترو اتليتيكو بيترو ما راك تقول انت يروحوا لبعيد. ما قلتلكش انا يروحوا لبعيد. ايوا شوف. انا قلت لك باللي هذا الاسبوع ماهوش معيار، لانه هذا الاسبوع هم رايحين يلعبوا مباريات المتاخره كاينين لو 5 افريل، يلعبوا يوم 5. عم دخلوا الان من تونس ومن المغرب جياسكا وكذا، اعطينا البروغرام الى كاين سي ماتش روطار عباك سيكراف. اي يعني معاك، بصح هذا الاسبوع دخلوا يلعبوا سي ار بي جي اس اس مع الثوره، يلعبوا يوم 5 افريل يعني يوم الاربعاء، شبيبه القبائل مع شلغم العين يلعبوا يوم 5 افريل. لكن من قبل كاين وين يكونوا سفريات طويله، انت ما تقدرش العب من قبل واروح. هي من المفروض يلعب من قبل. ما لكاين سوليسيون رضوان، انت دوكا حبيت السيف شباب بالوزداد. خلونا متمسكين علي شباب بالوزداد كان في نفس المجموعه مع طارجي. ماشي كيف كيف هما راهم يلعبوا. ماشي كيف كيف دوكا سما كي تعطيو لي زيكزومبل قلت لك ماشي كيف كيف. انا شنو باش ماكوش ماتش كيفاش ماكوش ميتريزي سي ماتش روطا. لا ماكوش ميتريزي ماكوش ميتريزي. علاش دوك نقول لك على الترجي الرياضي التونسي ما راهوش يلعب في بطوله عاديه كيما حنا. على بالي عندهم دوكرو يلعبوا في لي جروب عندهم وي ماتش الوداد ملي بداو يلعبوا الوداد عندهم مباريات متاخره. ما عليك ادخل حتى عندهم. بصح رضوان ماشي خلينا ما تروحش لتونس، حنا نهضروا كاين مشكل في الجزائر. الجزائر والله نهضروا على المشكل تاع الجزائر. خلينا التوانسه مريقلين روحهم كاع مريقلين روحهم، غير حنا اللي رانا نترينيو برك. بريميرمون كاينه في دراسة ولا ما كاش؟ بيشو كاين في ما يعني شاف. انا شكون قلنا شكون اللي ديسيدي فيها؟ رئيس الاتحاديه المفروض هو يديسيدي والمكتب الفيدرالي. واش يديسيديو؟ يديسيديو في الكره الجزائريه. ما مشي يديسيديو في الكره الجزائريه. هذيك هذيك انا عارف. ما مشي يديسيديو. كاين ان شامبيون ان بروغرام يديروه مع انا نهضر لك على لي فيدراسيون كيما تونس السنغال وروح وروح. كاين ان بروغرام يندار شامبيون يبدا تال جور يخلص تال جور. تحبس تم. تسيني 27 جوار ليسونس. 27 ليسونس باش من بعد تقول انايا راح نسافر نلعب في لافريك دو سود نعاود نجي ها لازم لي ماتش نروبوزي 3 جور. سي تي سين 18 ليسونس ممكن بصح 27 ليسونس خويا هذوك لما جبتهم من تما جبتهم يخلصوا يرقدوا 27 ليسونس. اسمع اسمع الناس كانت تلعب 1000 ماتش وما كاش دي ماتش دو روتار ما كاش باسكو ماشي الكلوب اللي يحكم فهمتني لي بروغرامي هو اللي يحكم. لو كان كاين اللي يحكم انا على بالي ما كاش اللي يحكم. نعم اللي يحكم ما باين شكون الناس اللي راهم يحكمهم باينين مي اللي يسيروا كره القدم هذه فيدراسيون ليغ انا اللي ماهمش يحكم. مقبله تكلم امين على مدور ما مربوط كان مدور
مدور مع دور هو كان يحب يديسيدي ولكن يقولوا له حبس لا حبس باسكو ماشي باسكو الدعوه ضعاف.